كنلاحظوا هاد الايامات كتبان لينا كتبرك هنايا بالزنقه، كتبات بالزنقه. علاش؟ واخويا انا مريض، عندي عرق مشي ليا في راسي و كتجيني الدوخه والشقيقه، وكنطيح كاع في الزنقه كنغيب، ودار ليا الشلل النصفي، وعندي اعاقه كنقلب على شي محسن اللي يداويني. هذه الحاله الصحيه ديالك، ولكن انت علاش كتعيش في الزنقه؟ وما عنديش، كنت كاري بيت في كراج عدال، كنت ساكن بخير وعلى خير، كنبيع تقشيره في القهوي. ساعه جاني هذا المرض مشيت لبلاد ريحت فيها 3 شهور، وهذاك اللي مقابل الدار ها اللي مقابل الدار ماشي مو الدار، وفرقع ليا البيت ولح ليا حوايج الزنقه، حتى ما بقاش عندي السكنه، وما حدش مريض وكنبات في الزنقه دابا حاليا. كان ريح عند الحساس، كان ريح في الطونوبيل حتى الصباح، وكنطلب شي محسن اللي يقف معايا. عندك شي وليدات؟ وعندي 3 وليدات خليتهم في الجبل هي، وجاي الدار البيضاء هنا كنقلب على شي واحد اللي يداويني. منين اكتشفتي المرض ديالك؟ واكتشفته تقريبا شي 8 شهور دابا اكتشفته. عندي واحد السونيطة في الجهة اليمنية كدير لي الدخول شقيقة، وكنطيح في الزنقة، وحتى الهضرة ديالي اختلات، وداك الشيء دار لي الشلل النصفي، وعندي إعاقة. لو كان قلب على شي محسن اللي يوقف معايا يديك نيني كل السبيطار يوقف معايا نتشافى. في السبيطار؟ على انت في السبيطار ما كتمشيش السبيطار؟ كنمشي للسبيطار مولاي يوسف، واحد 15 يوم هادي خرجت لي 14000 ريال الدواء، وما عندي باش نشري، ما شريتوش، ما خدام ما ردام، كنباتها في الزنقة، ما لا اله الا الله وصافي. كنقلب على شي محسن نقولو بالرحمه يوقف معايا يديني كنيني كيداويني، الله يرحم لي الوالدين، هادشي اللي بغيت. انا ما بغيت لا فلوس لا والو، ها يوقف معايا نتشافى، هادشي اللي كنطلب من المحسنين. من عام سليمان؟ وعندي 52 عام. وليداتك شحال عندهم؟ وعندي 3 وليدات وباقيين صغار، خليتهم في البلاد في الجبل هي، وجاي الدار البيضاء هنا كنقلب على شي محسن يداويني. وشكون اللي خدام عليهم؟ ما خدام عليهم حتى واحد، انا اللي كنت خدام عليهم حتى ساعة مريض صافي ريحت، وما عندهم ما ياكلوا، ما عندهم حتى حاجة، خديتهم الجبل وجاي الدار بدا كنقلب على شي محسن اللي يداويني، هادشي اللي كنطلب. فاش كنتي خدام قبل؟ كنت كنبيع تقشيرة في القهاوي بخير. شتي كتبيع؟ تقشيرة في القهاوي بخير، وساعة جاني هاد المرض وخرجوني هذاك من السكنة من البيت اللي كنت كاري، ودابا كنبات في الزنقة، ما حدش المرض ما حدش الزنقة، كنطلب شي محسن يتعاون معايا يدي كنينيك، الله يرحم ليكم الوالدين المحسنين، هذا الشيء اللي كنطلب من المحسنين. النمره ديالك سليم؟ النمره ديالي 06 48 23 40 52، 06 48 23 40 52.